إذا نتابع التمارين ديالنا، وقعنا في التمرين الثالث اللي اعتمدنا فيه على الدورة العادية سيونس مات 2010 فوالا إلى آخره. دونك هنا بعد ما شفنا التمارين في الأسترة، دابا غنشوفو التمارين في الحلمة فوالا، غيكونو التمرين الثالث والرابع في تفاعلات الحلمة. إذا كيف ما كتشوفوا دابا التمرين الثالث فوالا دراسة حلمة إستير، فوالا لدينا مركبان عضويان فوالا ا إيتانوات 3 ميتيل بوتيل و بي إيتانوات بروبيل، لهما نفس الصيغة الإجمالية سي 7H14O2 و يشتركان في نفس المجموعة المميزة فوالا، لكن ليس لهما نفس الصيغة النصف المنشور. إذا كيفما كتشوفو في الجدول عندي هنا عندي المركب أ عندي المركب بي، المجموعة فوالا عندي هنا ندوزو المعطيات، دونك عندنا واحد المعطيات ثابتة الحمضية المزدوجة فوالا عند 25 درجة هي كـ أ، جداد أيون الماء هي كـ أ. دونك إذا أولا كبيرة عندنا المجموعة المميزة، هنا نبداو في عندي أولا كبيرة. إذا واحد، ما هي المجموعة المميزة المشتركة بين المركبين أ و ب فوالا؟ إذا المجموعة المميزة للمركبين أ و ب، إذا الجواب ديال السؤال الواحد. إذا لاحظوا معايا المركبين أ و ب فوالا لهما نفس الصيغة الإجمالية لكن يختلفان في السياق النصف المنشورة، لكن عندهم نفس المجموعة المميزة أو المجموعة الوظيفية فوالا. إذا هنا بما أن هاد المركبين أ و ب هو ينتمي فوالا إلى المركبات ديال الإستيرات، إذا لاحظتوا إلى غير ذلك. إذا المجموعة المميزة ديال المركب ديال الإستيرات، دونك هنا عندي هو سي فوالا أو فوالا، هنا عندي هنا عندي سي أو أو فوالا، هنا سي فوالا إلى غير ذلك. دونك هذه المجموعة المميزة ديال للإستيرات فوالا. إذا هنايا نمشيو للسؤال الموالي، عندي هنا السؤال الثاني. الصيغة نصف المنشورة للحمض الكحول اللذين يمكنان من تصنيع المركب أ فوالا. إذا غنمشيو للمركب أ ونستنتجو الحمض الكحول فوالا. إذا هنا عندي نحاول باش نبين المركب أ مزيان، هنا غنمشي ثانيا. هاد المركب أ غادي نحاول باش ما نخليهش هكا كاين، دونك هنا غادي نحاول نلاحظ عندي هنا عندي اش طروا سي، دونك هنا عندي سي اش طروا، عندي سي هنا، عندي او فوالا هنا او، غادي هنا عندي غادي هنا سي اش دو، هنا عندي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة فوالا سي اش دو فوالا سي اش دو سي اش سي اش تخوا فوالا، هنا عندي سي اش تخوا. إذا هنا عندي هو مركب أ واحد فوالا. إذا هنا عندي إذا هنا هذا المركب أ، إذا هنا راه عاطي يمكن الاسم ديالو، دونك إيتانوات 3 ميتيل بوتيل فوالا، إيتانوات فوالا إيتانوات 3 ميتيل بوتيل، 3 واحد جوج 3. إذا هنا عندي الحمض، غنستنتج الصيغة نصف المنشورة للحمض. دونك إذا هنا بالنسبة للسؤال الأول، بعد الصيغة النصف المنشورة للحمض هو الكحول فوالا، الحمض هو سي اش 3 سي او فوالا او اش فوالا. شنو سميتو؟ دونك الاسم ديالو، لا بأس باش نذكر بالاسم ديالنا، حمض فوالا ايثانويك، عندو جوج هنا. دونك هنا الكحول فوالا، الكحول ديرو تا هو لا بأس نديرو الاسم ديالو، الصيغة نصف منشورة. إذا هنا غندير رد معايا البال. إذا هنايا عندي كيفما وضعناه فاش بغينا نصاوبو الإستير، نلاحظو هاد السيك اللي كنا قلنا كترتبط مع الأو فوالا، هنا هي الكربون الوظيفي، إذا هي اللي غادي ترتبط مع الأو أش. إذا هنا غادي نحاول إما نخليه هكا ونجيب نحطو هنا وندير معاه هنا الأو أش، ولا نقدر نقلبو ما عندناش مشكل، واحد جوج ثلاثة أربعة. إذن عندي سي أش تخوا سي اش سي اش 2 فوالا، هنا عندي سي اش 2 فوالا الى اخره. اعيد سي اش 3 سي اش فوالا، هنا سي اش 3 فوالا، بحال قلبته انا هنا قلبته فوالا، عندي سي اش 2 فوالا، عندي سي اش 2 فوالا، هذا الكربون الوظيفي هو هذا. اذا هنا هذا الاو اش صافي فوالا. اذا هنا بغيت ندير الاسم ديالو،
دونك عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، دابا غندير ثلاثة فوالا ميثيل، فوالا ثلاثة ميثيل، دونك عندي ربعة بوتان بوتان، فوالا واحد أول، دونك إذا بغيت دير الاسم ديالو، أما اللي مطلوب منكم نتوما فقط دير الاستغاثة ديال المشورة ديال الحمض والكحول فقط بلا ما دير التسميل، صافي؟ إذا غنمشيو بالنسبة ننتقلوا للسؤال ثانيا كبيرة، غنمشيو ثانيا كبيرة اللي هي تابعوا معايا معايرة الحمض المتكون عن حل مئات مركبة، معايرة الحمض المتكون، ردوا البال هنا كاين نوعان من السؤال، كاين إما يقدروا يديروا لكم معايرة الحمض المتكون عندنا في الحل مع معايرة الحمض المتكون، حيت في الحل مع كيتكون ليا الحمض، وممكن يديروا لكم معايرة الحمض المتبقي في الأسترة في فوالا في الأسترة يعني في التفاعل ديال الأسترة كيكون عندي الحمض في المتفاعلات وبالتالي ممكن يديروا لكم معايرة الحمض المتبقي فوالا هنا عندي الحمى لأن الحمض غادي يتكون داروا لنا في التمرين معايرة الحمض المتكون تردوا البال هاد الهضرة اللي كنقول فوالا إذا غادي نمشيو لهذه المعايرة ديال الحمض المتكون إذا عندي حمى نذيب 30 ملل من الإيثانوات 3 ميتيل بوتيل يعني هذه الاسترادة في حجم من الماء للحصول على خلل التفاعل حجمه 100 ملل إذا ردوا البال هنا 30 ملل من الاستير بحال قلت 70 ملل من الماء باش تعطيني 100 ملل نوزع 50 ملل من خلل التفاعل بالتساوي على 10 كؤوس حيث يحتوي كل كأس على 5 ملل من الخليط التفاعلي ونحتفظ ب 50 ملل من هذا الخليط في حوشب إذا هذه 50 50 50 قسمتها فوالا إلى 5 5 5 10 كؤوس و 50 قد في حوشب عند الوحدة الدائرة إيكال صفر نضع جميع الكؤوس والحوشب في حمام مرن درجة حرارته ثابتة تيطا عند الوحدة الدائرة نخرج كأسا من حمام مرن ونضعه في ماء مثلج شنو الدور ديال الماء المثلج هنا هو توقيع التفاعل او توقيف التفاعل ثم نعاير كميه الماده ان الحمض المتكون فوالا واسط محلول مائي هيدروكسيد الصوديوم تركيزه سي بي فوالا هادشي عند لحظه تي في الحاله الوسيطيه متفقين غادي نخرج واحد الكاس وغادي ندير ليه المعايره ديالو بعد ما بطبيعه الحال نوقف التفاعل فوالا ونوجد هذه المعايرة بوجود كاشف ملون ملائم طبيعة الحال. نعيد المعايرة نفسها بالنسبة لباقي الكؤوس في لحظات مختلفة. نرمز ب في بي أو لحجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف عند التكافؤ. تمكن نتائج هذه المعايرة استنتاج تطور كمية المادة أن تطالع الحمض المتكون في الحوشلة بدلالات الزمن. إذا أولا تفاعل المعايرة. إذا واحد واحد أكتب معادلة تفاعل المعايرة. فوالا بالنسبة للسؤال واحد واحد اكتب معادلة تفاعل معايرة إذا نبداو إذا هنا أولا تفاعل معايرة عندي هنا واحد واحد اكتب معادلة تفاعل معايرة إذا هنا باش نكتب معادلة تفاعل المعايرة أشنو عايرنا هنا فوالا غادي نمشي نشوف الحمض المتكون عندي فوالا الحمض هو هذا دور الحمض فوالا باش يتكون لي انطلاقا من الحمى ديال المركب فوالا اذا هنا عندي الحمض هنا لاحظوا هنا حمض ايثان حمض الايثانويك فوالا حمض الايثانويك هنا نقدر نكتبه بشكل مختصر سي اش تاو سي او او اش كيف ما كنا درنا زائد فوالا بالنسبه لهيدروكسيد الصوديوم كدير اش او موان فوالا هنا عندي هنا سهم واحد على تفاعل معايير كلي دونك يعطيني القاعده المرافقه سي اش تخوا سي او او موان فوالا زائد طبيعه الحال اش اش دوزو دونك معايره هنا كندير اش دوزو اذا هنايا فوالا هذا سؤال واحد واحد سؤال جوج واحد سؤال جوج واحد اش كيقول لنا جوج واحد عبر عن ثابت التوازن كان مقرر مع التفاعل مع دلتا كا ا وكا ب واحسب قيمه كا اذا هنايا بطبيعه الحال عندي هنا ثابت التوازن ديال التفاعل معايره هذا هنا عندي هنا التركيز ديال النواتج عندي هنا سي اش 3 سي او او موان فوالا طبيعه الحال حالة التوازن فوالا هنا رد معايا البال التركيز فوالا واش هنا غندير التركيز ديال اش 2 فوالا هنا لا غنديروش التركيز ديال اش 2 لان هذا تفاعل معايره ماشي تفاعل حمى او الاستر صافي فوالا على التركيز ديال سي اش 3 سي او او اش فوالا في التركيز ديال اش او موان فوالا بطبيعه الحال عند التوازن عند التوازن
فوالا انا هنايا لاحظت ما درتش الجدول الوصفي باش نعتمد عليه انا هنا. علاش؟ لان عندي اعطيني المعطيات ثابته الحمضيه كا او وجداء ايوني كا او اللي غادي نستعملهم الى اخره. اذا نتابع دونك السؤال جوج واحد وصلنا هنا للتعبير ديال ثابته التوازن. فوالا درنا القاعده فوالا على الحمض في اش اوما. اذا بمعنى عطاوني كا او كا او كتعرفوا ان كا او هي التركيز ديال اشترا بليس في التركيز ديال اش اوما. اذا باش ندخل لك او خصني التركيز ديال اشترا بليس كا او فوالا هي شنو هي؟ هي كا او ديال المزدوجه دونك هي القاعده في اشترا بليس على الحمض. اذا هنا لا باس الا درت انا اشترا بليس فوق ولتحت بحال ما درت والو فوالا تولي عندي كا فوالا باش نعوض فوالا عندي كا هي التركيز ديال سي اش 3 سي او او موان فوالا التركيز ديال اش 3 او بليس فوالا على هنا التركيز ديال سي اش 3 سي او او اتش فوالا التركيز ديال اش او موان فوالا دونك هنا عندي اش 3 او بليس هنا التركيز ديال اش 3 او بليس دونك فوق ولا تحت بحال فوالا في نفس الحاجه دونك ما غادي اثر في حتى شي حاجه. اذا هنا لاحظوا معايا فوالا عندي هنايا القاعدة أشترى أوبليس على الحمض هذه هي كا أ هذه هي كا أ إذا تولي عندي كا شنو تساوي هي فوالا كا أ على كا أ فوالا غندير تطبيق عددي ولا غير عددي. إذا بالنسبة للتطبيق العددي غنمشي مثلا غنحسب فوالا أو 1.8 في 10 أس تسعود هي 1.8 في 10 أس تسعود فوالا وهي كبيرة جدا لاحظوا أنها كبيرة مما يدل على ان التحول كلي لتفاعل المعادلة. اذا هنايا بالنسبه للسؤال الموالي هو السؤال رقم 3-1 ماذا يقول سؤال 3-1؟ نعتبر ان تفاعل المعادلة كلي عبر عن كميه الماده ان الحمض الموجود في الكاس عند لحظه الدي بدلاله سي بي و في بي او فوالا يستنتج بدلاله فوالا سي بي في بي او كميه الماده ان تضاد الحمض تكون في الحوجله عند لحظة دي فوالا إلى آخره فوالا هنا عبر فوالا تعبير إلى آخره عبر عن كمية المادة أن الحمض فوالا دونك هنا عندي ندير جدول وصفي لتفاعل المعايرة فوالا لابد من ندير جدول وصفي وعاد نستنتج العلاقة ديال التكافؤ دونك هنا باش لو بغيتو نفهمو أكثر يمكن لي ندير جدول وصفي فوالا دونك هنا عندي جدول وصفي فوالا هنا عندي الا يمكن دير جدول وصفي بسرعه بالنسبه واحد جوج ثلاثه الا اربعه الا خمسه لهنا عندنا وربي بسرعه داك شي مشكل. اذا هنا عندي معادله الا معادله عندي هنا الحالات عندي هنا التقدم الا عندي هنا حاله بدئيه وسيطيه هنا التكافؤ الا عندي التكافؤ هنا الحالة البدئية فوالا عندي إكس كيساوي صفر هنا إكس فوالا هنا إكس أو فوالا عندها التكافؤ هنا طبيعة الحال كميات المادة فوالا دونك هنا عندي حمض إيتانوي فوالا سي أش 3 سي أو أو أش زائد أش أو موان فوالا تعطيني سي أش 3 سي أو أو موان زائد أش 2 فوالا. إذا هنا عندي كمية المادة البدئية دونك هنا غادي نحاول فوالا عندي ديال الحمض فوالا عندي هنا الآن كمية المادة اللي غادي نعاير فوالا هنا عندي سي بي في بي فوالا هنا غندير صفر ونحاول ندير هنا عندي وفير فوالا هنا عندي ان ناقص اكس سي بي في بي ناقص اكس هنا اكس هنا ان ناقص اكس او سي بي في بي او فوالا في بي او هاد البال هنا ناقص اكس او هنا اكس او فوالا. اذا هنايا باش نلقى باش نحسب هنايا ان فوالا هنا عندي كتعرف بان تفاعل المعايرة فوالا كلي وان المتفاعلات في التكافؤ غادي يساليو بجوج فوالا هنا مما يدل على ان فوالا عندي هنا باش نحصل على علاقه التكافؤ دونك اللي هي فوالا ان كتساوي سي بي في بي او دونك اصبح لي هنا ان ناقص اكس او طبيعه الحال غيساوي صفر يعني ان اي يعني ان ان ولا اكس او فوالا يعني ان اكس او تساوي ان فوالا وعندي فوالا سي بي في بي او ناقص اكس او تساوي صفر مما يدل على ان اكس او تساوي سي بي في بي او وبالتالي ماذا نستنتج من واحد واثنان؟
من 1 ل 2 تعطي اكس كاب كيساوي اكس كاب يساوي يعني ان ام فوالا تساوي سي بي في بي فوالا او فوالا سي بي في بي او فوالا. اذا هذه كميه ماده الحمض فوالا كميه ماده الحمض فوالا المتبقي في الكاس او عفوا المتكون في الكاس لان انا عندي تفاعل حل ماء المتكون في الكاس فوالا كاس واحد عايرته فوالا ولقيت بانه سي بي في بي فوالا ثم استنتج فوالا استنتج فوالا كميه الماده ديال الحمض المتكون في الحوجله الحوجله دونك قسمناها على 10 ديال الكؤوس وبالتالي دونك عندي 10 ديال الكؤوس اذا بغيت ان توطال كميه ماده الحمض المتكون في الحوجله هي 10 دونك كل كاس في سي بي في بي ندير 10 في سي بي في بي فوالا وبالتالي نكون كملنا التمرين رقم 3 باش ننتقلوا للتمرين رقم 4. اذا غننتقلوا للتمرين 4 اللي هو التمرين الاخر دونك هنا بطبيعه الحال حتى هو غادي يكون عندي تفاعل الحماء هنا بالضبط غيكون عندي تحضير الصابون او تفاعل التصبغ. اذا كيف ما كتلاحظوا التمرين اذا عندي هنا تحتوي الزيوت الغذائيه على الزيتين اولين وهي ثلاثي جليسيريد فوالا صحته المنشوره هي عندكم هنايا فوالا. اولا ما المجموعه المميزه لجزيئات الزيتين المجموعه المميزه لجزيئات الزيتين قلنا الزيتين هو ثلاثي استير السؤال الاول دونك ندوز للسؤال الاول فوالا ما المجموعه المميزه لجزيئات الزيتين دونك انا عندي عندي هنا سي فوالا او فوالا هنا عندي او سي فوالا هنا عندي ثلاثي استير فوالا دونك ثلاثي استير دونك هذه المجموعه المميزه ديال الاستير دونك انا عندي ثلاثي الاستير دونك هنا السؤال الثاني دونك ماذا يقول؟ اكتب معادله تصبغ الزيتين بمحلول صودا واعطي مميزات التفاعل اسماء النواتج مزيان دونك غنمشيو بشويه بشويه بالنسبه لمعادله التفاعل دونك غادي نجيو لهنا لهنايا غنجي السؤال الثاني فوالا ندير لنا المعادله الى اخره دونك انا عندي ثلاثي الاستير عندي القليل ولا الزيتين دونك انا عندي ثلاثي الاستير عندي هنا سي اش 2 فوالا سي اش فوالا هنا عندي سي اش 2 فوالا هنا عندي او فوالا سي او هنا عندي او سي او هنا او سي او فوالا هنا عندي سي 17 اش 33 اش اش 33 سي 17 اش 33 سي 17 اش 33 لاحظوا هذا متشابه هنا فوالا زائد فوالا هنا عندي القاعده ان ا بلس فوالا زائد اش او موان فوالا هنا خصني ندير ثلاثه رد البال هنا ثلاثه د المرات فوالا هنا بطبيعه الحال غيكون عندي التحول كلي فوالا هنايا غادي شنو غيعطيني؟ غيعطيني الصابون اللي هو ايون كربوكسيلات فوالا زائد جليسيرول اللي هو الكحول فوالا. اذا هنايا كيفاش غادي نديرو الصابون اللي غنخسر عليه اللي هو ايون فوالا غادي يكون عندي سي 17 فوالا اش 33 سي او او موان فوالا هذا هو الصابون وكاين عندي ثلاثه ديال المرات فوالا. وهنا عندي ان ابليس باش كيبقى مرتبط بهذا ان ابليس هذا فوالا انا كندير ان ابليس فوالا دونك هذا صيغه الصابون الى غير ذلك فوالا. اذا هنا زائد فوالا عندي هنا عندي الجليسيرول فوالا الجليسيرول يعني الكحول الناتج اذا الكحول الناتج دونك انا عندي سي اش 2 فوالا سي اش فوالا سي اش 2 فوالا الى اخره. هنا عندي واحد او اش او اش هنا او اش هنا عندي هنا ثلاثه المرات الى اخره. اذا هنايا عندي الاسماء ديال النواتج دونك انا عندي ثلاثي الاستير ولا الزيتين ولا الاولين فوالا هنا عندي الزيتين فوالا هنا عندي الاوليات فوالا اوليات الصوديوم اللي هو الصابون اوليات الصوديوم اللي هو عندي هنا الصابون الى غير ذلك. وهنا عندي هذا الكحول هذا كيتسمى الجليسيرول فوالا هذا الجليسيرول وبالتالي غادي يكون دابا كتبت المعادله الكيميائيه.
اذا هذا الزيتين فوالا اللي ثلاثي الاستر حصلنا عليه من الاجسام الدهنيه فوالا عن السلسله طويله كما كتلاحظوا فوالا زائد ثلاثه فوالا ان ابري زائد اش ام هنا الحلمه ديال الثلاثي الاستر ولا الاستر هنايا كتسمى الحلمه القاعديه فوالا ماشي الحلمه بواسطه الماء فوالا اذا داك الشيء علاش عندي تحول كلي دونك شنو يعطيني يعطيني الصابون اللي هو ايون فوالا كاربوكسيلي دونك عندي اوليات الصوديوم ثم عندي هنا هذا الكحول هذا غليسيرول الى اخره فوالا غليسيرول فوالا اذا هنا مميزات هذا التفاعل دونك هنا مميزات فوالا هنا هذا التفاعل دونك هنا عندي كلي وبطيء فوالا عندي هنا كلي وبطيء الى غير ذلك هنا ما نديرش كلي وسريع انا عندي التجربه تحتم عليا انه غادي يتعطل ليا التفاعل. اذا هنا السؤال رقم ثلاثه انتقلوا للسؤال رقم ثلاثه ماذا يقول السؤال رقم ثلاثه؟ لتحضير الصابون فوالا نتبع عمليه الخطوات التاليه. اذا هنا ندخل في ان تساوي 10 مللات من زيت عباد الشمس فوالا و في هنا تساوي 30 مللات في محلول الصودا بتركيز 6 و 8 مول بارلات في حوجله ونضيف قطعا من حجر خفان. هنايا للتذكير فقط شنو الدور ديال حجر خفان؟ فوالا للحصول على غليان معتدل الى غير ذلك. فوالا فصله ثم نسخن بالارتداد لمده 30 مينيت. اذا هنا عندي التجربه هنا غتكون عندي تسخين بالارتداد ولا بواسطه التركيب الزريبي كيتسمى مسخن بالارتداد. فوالا نبرد الخليط ونضيف 100 مللت من الماء المالح المشبع فيتكون راسب الصابون الذي يطفو نحصل عليه بعد الترشيح. فوالا واحد ثلاثه ارسم تركيب تزريبي للتسخين بالارتداد. اذا يتكون جهاز تسخين بالارتداد فوالا لاحظوا هنا عندي دونك حوجره عندي مسخن فوالا هنا عندي الخليط التفاعلي عندي هذا الحجر خفان فوالا هنا عندي مبرد فوالا لاحظوا مبرد هنا دونك هنا عندي هنا دخول الماء فوالا دخول الماء البارد دونك هناك خروج الماء الساخن الى اخره فوالا دونك هنا هذه الفائده من هذا التسخين بالارتداد والحفاظ على الانواع الكيميائيه للحيونه دون ضياعها فوالا اذا نتابع السؤال الموالي. اذا نتابع دونك السؤال جوج ثلاثه بالنسبه للسؤال جوج ثلاثه دونك عندي لماذا يتم صب الخليط التفاعلي في محلول مشبع الكلور الصوديوم. اذا هنايا السؤال بسيط جدا لكي يترسب الصابون انه قليل الذوبان في الماء المالح بارد بطبيعه الحال باش نجمعوا ونقيسوا الكتله ديالو. اذا بالنسبه للسؤال رقم 3 دونك هنا ما كتله الصابون المحصل عليه اذا كان مردود التفاعل هو اقصى 95% يمكن الاستعانه بشكل وصفي. دونك هنا نتابع هذا السؤال هذا بارد هنا كل ما قالوا لنا والو ما عطاناش كاع هنا المردود فغنعتبروا بان التحول بطبيعه الحال اصلا حنا عندنا التحول كلي وبطيء بحال غنعتبروا المردود راه 100% ولكن عطاوني 95% المردود يعني ماشي 100% يعني هنا غنضطر باش تكون عندي واحد الحاله نهائيه وعاد تكون عندي حاله قصويه بطبيعه الحال مفترضه الى غير ذلك. وبالتالي هنا باش نحسب الكتله ديال الصابون اذا هنا غندوزو للجواب. اذا هنا عندي الجدول الوصفي او درنا الجدول الوصفي هنا عندي الزيتين فوالا ثلاثي الجليسيريد ولا ثلاثي الاستير فوالا هنا عندي قاعده اذا اكسيد الصوديوم هنا نتابع بثلاثه هنا فوالا عندي هنا الصابون فوالا اوليات الصوديوم فوالا هنا رتبان هنا ثلاثه راه رتبان واحد عندي ان ابليس هنا لو بغيت نحسب الكتله الموليه ديال الصابون خاصني رد البال داخله في هاد ان ابليس هادي باش تحسب هنا فوالا. بالنسبه عندي زائد الكليسيرول سمحوا لي على الاستحام هنايا الكليسيرول فوالا هنا اللي هو الكحول الناتج اذا بطبيعه الحال عندي الحالات هنا درت حتى النهائيه فوالا انا عطاوني مردود دونك انا عندي كميات الماده دونك انا اعتبرت عندي هنا ان واحد ولا ان اثنان فوالا الى غير ذلك دونك هذا هو الجدول الوصفي. اذا بطبيعه الحال حنا باش نحسب على الكتله ديال الصابون خصني كميه الماده ديال الصابون دونك الصابون راه رمز لي مثلا لاس
عندي هنا كمية المادة ديال الصابون، دونك هنا كمية المادة ديال الصابون من خلال الجدول الوصفي هي 3 إكس فينال، فوالا 3 إكس فينال. كون عندكم كانت ما عاطيني والو كاع المردود، يعني المردود إذا كان عندكم كانت هذه 100% غادي هنا غتكون هنا عند إكس ماكس، بالتالي غادي هنا 3 إكس ماكس، ما كاينش عندي مشكل نحل معادلتين ونجبد إكس ماكس، ولكن هنا ننتبه هذه المسألة ديال هنا المردود أنا 95%. إذا هنا عندي إذا هنا التعبير ديال كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية فوالا تساوي 3 إكس فينال. إذا هنا الكتلة، إذا الكتلة ديال الصابون دونك هنا عندي هي فوالا 3 إكس فينال فوا الكتلة المولية ديال الصابون فوالا إلى غير ذلك. إذا هنا عندي الكتلة المولية ديال الصابون فوالا غنحددها حتى هي فوالا هنا نقدر نحددها ما كاينش مشكل بدمعي البال. الكتلة المولية ديال الصابون فوالا هنا عندي رد معايا البال، انا عندي الكربون هنا راحت عندي هنا 17 وعندي واحد هي 18، ندير 18 في الكتلة المولية ديال الكربون فوالا زائد عندي هنايا الهيدروجين عندي 33 فوالا زائد 33 في الكتلة المولية ديال الهيدروجين زائد فوالا عندي الأكسجين هنايا عندي جوج، عندي هنا ندير زائد جوج ديال الأكسجين اثنان في الكتلة المولية ديال الأكسجين زائد رد البال هنايا أن أ بليس زائد الكتلة المولية ديال أن أ فوالا الصوديوم أن أ عندي غير وحدة هنا، إذا جوج ديال الأكسجين وحدة ديال الصوديوم 33 ديال الهيدروجين فوالا أو 17 عندي 18 ديال الكربون، ما نديرش هاد ثلاثة عافاك حتى أنا باغي غير الكتلة المولية ديال المركب فوالا ديال الصابون عندي تما، دونك هنا بصفتين عامة. إذا هنا غادي نحاول باش نحسب فوالا ندير سميتو الحساب باش نحسب، دونك راه تعطيني فوالا هنا الجواب وتعطيني 304 غرام باغ مول فوالا. بالنسبة للكتلة المولية ديال الكربون عاطيني لكم في المعطيات هذه 12، هنا هيدروجين واحد، أكسجين راه هو 16 فوالا، وأن أ راها 23 أعتقد هما عاطينا لنا في المعطيات إلى غير ذلك فوالا راهي 23. إذا فوالا غادي نتابع، هنا عندي حسبت الكتلة المولية ديال لقيتها 304 خاصني دابا إكس فينال، لقيت إكس فينال غنمشي للمردود فوالا. بالنسبة لإكس فينال فوالا عندي المردود F عندي 95%، دونك هي كمية المادة التجريبية على كمية المادة النظرية ديال الصابون. دونك هنا بالنسبة لكمية المادة التجريبية ديال الصابون دونك لاحظ معايا تما كاين، دونك من خلال الجدول الوصفي دونك هنا بدلالة إكس فينال لاحظ هنا هي 3 إكس فينال فوالا على كمية المادة النظرية هنا اللي هي إكس ماكس، هنا باش نحسبها هنايا المفترض إلى غير ذلك غنحسبها من خلال الحل ديال المعادلتين، وبالتالي دونك هنا إذا بغيت إكس فينال هنا إذا إكس فينال هي R فوا إكس إم على 3، وبالتالي غادي نرجع نعوض فوالا. إذا الكتلة ديال الصابون فوالا هي 3 في إكس فينال هي R فوا إكس إم على 3 فوالا فوا الكتلة المولية ديال الصابون فوالا. إذا هنا نتبعو غادي نكملو، دونك هنا عندي 3 غتمشي مع 3 غادي يبقى عندي الكتلة ديال الصابون تساوي R فوا إكس إم فوا الكتلة المولية ديال الصابون، دونك عندي R ما عنديش مشكل فوالا هو 95% نفس الحصيلة 95، الكتلة المولية S هي 304، إذا خاصني إكس إم. بالنسبة لإكس إم غادي نمشي نحل معادلتين هنايا باش نشوف إلى هو الأصغر هنا فوالا. إذا هنا قبل ما نحسب فوالا خاصني ندير هنا عندي ان واحد ناقص اكس ام تساوي صفر، يعني ان اكس ام تساوي ان واحد، ان واحد اذا هنا اكس ام تساوي دونك ان واحد هنا ديالاش فوالا عندي ديال فوالا الزيتين، دونك هنا الزيتين شنو عطاو لينا تقيلو من زيت عباد الشمس هو الزيتين في واحد يساوي 10 مللتر، دونك هنا عطاوني فوالا هنا عطاوني الحجم عطاوني الكتله الحجميه، اذا هنا عندي ان واحد دونك هنا غندير الكتلة على الكتلة المولية تساوي غو فو في على الكتلة المولية فوالا، وغندير تطبيق عددي إذا إكس إم غيساوي إن واحد تساوي دونك هنا غندير تطبيق عددي وغنلقاو إن واحد هي فوالا 0.01 مول فوالا. بالنسبة هنا عندي نمشي نحل المعادلة الثانية، دونك عندي إن اثنان ناقص 3 إكس فينال، دونك معايا البال هنايا
فوالا عفوا اكس من تيش اكس فينا دابا غندير اكس مارك تساوي صفر، يعني ان اكس ام تساوي فوالا عندي هنا تساوي ان اثنان على تلا ثلاثة، فوالا تساوي ان ثلاثة. دونك انا كمية المادة البدئية فوالا كمية المادة ماشي ان ثلاثة لا ان اثنان عفوا ان اثنان على ثلاثة، كمية المادة البدئية ديال هيدروكسيد الصوديوم دونك انا عاطيني التركيز والحجم سي فوا في، دونك غندير هنا سي فوا في على ثلاثة فوالا، وبالتالي اكس ام فوالا غتحسبها هنا نديرو تطبيق عددي بالنسبة لان ثلاثة، دونك غنلقاو هي 0.24 مول فوالا. اذا هنايا نشوف اين هو الاصغر، اذا هنايا اكس ام، اذا اكس ام هو الاصغر، اذا هو الاصغر، وبالتالي اكس ام تساوي 0.01 مول. اذا غندير تطبيق عددي باش نحسب، اذا هنا عندي ام كتلة ديال الصامو هي ارض فوالا فوا اكس ام فوا الكتلة المولية ديال الصابون، دونك ار هي 0.95 في اكس ام فوالا اكس ام فوالا هي عندي 0.01 فوالا في الكتلة المولية ديال الصابون قلنا هي 304 فوالا. غنديرو تطبيق عددي، ناخد تطبيق عددي هنا 0.095 في 0.01 عفوا عندك 0.95 في 0.01 في 304 فوالا تساوي 2.88 فوالا هي 2.88 غرام فوالا. اذا هذا بالنسبه للسؤال رقم فوالا 3 3. اذا دابا ندوزو للسؤال رقم 4 راه هو السؤال الاخير. نرمز للصابون كالتالي، دونك ار سي او او موان ان ابريس، ابريس المجموعتين الهيدروفيليا والهيدروفوبيا لايون الكربوكسيلات فوالا. اذا هنا بالنسبه فوالا دونك هنا عندي سميتو المجموعه الهيدروكسيليه والمجموعه عفوا المجموعه الهيدروفوبيه والمجموعه الهيدروفيليا فوالا. دونك هنا عندي ار فوالا سي او او موان دونك عفوا فوالا ولا ار سي او او موان ان ا بليس فوالا. دونك هنا عندي بصفة عامة دونك هنا عندي الصيغة ديال الصابون ولا الرمز ديال الصابون بصفة عامة، دونك هنا عندي واحد الشكل يمكن عبر به على فوالا الصابون فوالا. دونك هنا عندي فوالا عندي هذا نسميوه الرأس فوالا، هذا دي فوالا، هنا عندي الى اخره. دونك هذا فوالا شنو المجموعه وهذا شنو المجموعه اللي هي كتمثل لي الراس. دونك هذه المجموعه هي اللي كتبقى خارج فوالا. دونك هنا اذا كنا درنا الصابون مع الماء فوالا بعد الفرك، دونك هذا كتبقى عندي شي حاجه خارجه اللي هي الرغوه، دونك هي كارهه للماء فوالا كتسمى الجزء فوالا. هذا الجزء هذا اللي هو الدي كيسمى الجزء الهيدروفوبي، الجزء الهيدروفوبي وهو كاره للماء دونك تبقى بحال هذا. هذا الجزء هذا فوالا هذا الجزء هذا اللي هو سي او او موان اللي هو الراس فوالا، هو اللي كيكون لداخل فوالا في وسط الماء فوالا، هما اللي كيكونوا هذا الجزء هذا هو اللي كيكون داير بالجزء مثلا واحد الجزء الدهني اللي باقا تنزولو فوالا كيتسمى الجزء الهيدروفيلي الجزء الهيدروفيلي. وبالتالي هنا اللي هو الجزء الهيدروفوبي سي او او هو الجزء الهيدروفيلي. بطبيعة الحال هنا كتبقى ديك ان ابلاس ان ابيس كتكون ا مرتبطة معاه فوالا. دونك هذا اخر سؤال هنا. السلام عليكم.